شالوه من طوال الليل وجبون وعليهم جفة العبرات وجبون ألا يا سايقين الضعن وجبون معاكم للحلول بعد جواب يا أهلي يا ولي يبا العمام يشيلون الفاس والمار وسقونا من لديد الصبر والمار ألا حلفت عدار خلاني مامر مريت وجابني هرج الحبايب يا أهلي يبا 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 ما سالف لك يا عيني ما سالف لك عقبك رحت للموت ولي يا ويلي ألا من شفت زولك ألا من شفت زولك يا عيني من شفت زولك طاب الوجع وبريد ولي يا ويل هلا لا ما ضليت راحت للقطع العتابة وراحت المواوي الله لك يا عمار صرنا هلا 4-5 سنين ما احسن نحوش ولا احسن نجي المحصول لانه كانوا محتليننا الجيش احتلال عسكري تقول عسكر صهاينة ما هيك والله كانوا لا يخلونا نجي على البري وبس واحد طلع على البري ضربوه ضربوا التراكتور قتلوا شوفير التراكتور ولاده 2 ليش اجوا على البرية عم يحاولوا الزيتون ضربوه من معسكر من معسكر المصدومي قتلوا 2 من مصيبين والحمد لله رب العالمين هالسنة الله سبحانه وتعالى انعم علينا وعم نحوش رزقنا بامان وطمان وبفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الشباب الأبضايات اللي حررونا الأرميد والمصطومي ومحافظ إدلب بالحمد لله رب العالمين الله يخليهم الله ينصرهم الله يسلمهم الله يطول أعمارهم إن شاء الله الحقيقة يعني ما استطعنا صرنا 4 سنين ما مدينا إيدنا على الرزق أبداً هلا السنة الحمد لله عم نحوش ومثل ما كنتم شايفين الحمد لله رب العالمين شو بتعني شجرة الزيتون لابن ادلب؟ شجرة الزيتون بتعني لنا كل شيء بتعني لنا الصمود بتعني لنا الحياة بتعني لنا كل شيء في عمرنا سابقا نحن نصبنا لياكلوا اولادنا وأباتنا وجدودنا نصبونا لأكلنا نحن والحمد لله رب العالمين يعني هاي الشجرة بالمحافظة مستمرة الخضارة فيها صيفا وشتاء والحمد لله رب العالمين ولكم ما في أكوس من حطبة حتى الحطب تبع الزيتون كويس يعني إذا شعلته بالصوبة بيشعل غير كل الأشجار وغير كل الأثمار اللي موجودين أجواء قطاف الزيتون كيف؟ أجواء قطاف الزيتون سابقا يعني ما كان في عنا لا هالآليات ولا كان في عنا شيء نروح على الدبات نشيل التوالات على الدبي ونجيبه ونجي ونعاني شيء كتير حتى الفلاحة نفلحوا على الدبات أما هلأ الحمد لله صار عندنا كل شيء
التراكتورات والجرارات والكل شيء. يعني كثير ارتحنا من زمان اول. احكي لنا عن لمة العيال في الحواش كيف تلمي ولا والله لا احكي لك، يعني بس قلت لهم انا ليك عندي كان 5 اولاد، بس قلت لهم انا بدي اطلع على الزيتون بكره بتشوفهم وبيجوا منين من كان بدي يساعدوا ابوهم. بيساعدوني الحمد لله رب العالمين. بنجتمع كلياتنا. لو شفت انت لو جيت لعنا قبل شوي كنا مجموعين على الغداء. يعني الحقيقه شيء بيبسط وشيء بيريح، وانا واولادي واولاد اولادي وعم بشتغل اخيو وعم نتغدى بالبري ومكيفين جنب الزيتون. قذفي لمين هاي الابا؟ مصدر رزق الناس في إدلب هي موسم الزيتون. طول هالسنة يعني منطقة إدلب تعتمد على الزيتون، هذا موسم هالسنة كلياته. الحمد لله رب العالمين، يعني هالناس عم بتحوش ناسهم تستنى هالموسم من السنة للسنة. الحمد لله احنا بألف خير من الله من تحررت منطقة إدلب، والحمد لله رب العالمين. لما بس بيمرق الطيران العالم بتخاف شوية، والحمد لله رب العالمين ما بقى الناس خاصة ما بقى يهمها أبدا شيء، يعني من ما بقى تخاف الناس. أجواء أحواش الزيتون في السنتين هدوك السابقات خوف ورعب، والعالم تتركوا أحيانا على السجر من الخوف، ولا تفتح تحت السجر ولا تلقوا له، بس هلق الحمد لله في أمان، والعالم عم تخدم الأرض وبتنظفها وبتحوش الحمد لله في كل أمان، والحمد لله رب العالمين. هلا هلا لو هلا بزبط لك بلايت لقطات على الحواش. ما بدي احكي زلمه قال لك انه زلوكا محروق، وقلنا مجرين مازحين وفالين بوجود الجيش بمنطقتنا بريف ادلب بمحيط مدينه ادلب والقرى المحيطه بالمعسكرات. طبعا المزارعين ما كانوا يحسنوا يفلحوا اراضيهم ابدا ابدا، يعني ضلوا شيء 3 سنوات في اراضي ما يحسنوا يروحوا عليها ابدا، حتى يعني يبسوا الزيتون يبس طلع فيهم يعني عشب صار طويل كتير. في المعارك والقصف تنزل القذيفه تشتعل مثلا الاعشاب العشب يعني اللي تحت الشجر يشتعل ويحرق الزيتون، ويحرق مو بس الزيتون، حتى في محاصيل كتير يعني مثل المحلب مثل التين مثل كتير كل المحاصيل تنحرق الارض كلها. طبعا انحرقت محاصيل ومساحات شاسعة كتير بالقرى اللي محيطة بالجيش اللي ما كانت تنزرع ابدا ابدا، يعني بالالاف الدلومات كتير، يعني الاراضي من كلها انحرقت، وحتى ما ضل ابدا ابدا لا اثر لا زيتون ولا ابدا، بسبب انه عدم خدمة الاراضي من قبل سنوات 3 سنوات، وكان في عشب طويل. وخلال القصف او الطيران او القذائف او الهاون او الشيلكه يعني اللي بالجيش اللي يضربها الجيش تؤدي الى اشتعال الحرائق طبعا، وما في فرق اطفاء تكفي او تطفي يعني الحرائق اللي بالمنطقه، فادت لحرق مساحات كبيره جدا جدا في ريف ادلب طبعا المحيطه في محل ما كانت مركز الجيش، يعني مثل ما حكينا مدينه ادلب، القرى اللي محيطة بالأستراد اللي بيوصل إدلب وريحة، والقرى المحيطة بمعمل قرميد ومعسكر المصطومي، كل هاي القرى انحرق عندها كتير سجر كتير كتير. طبعا عند عم بيروح المزارعين على أراضيهم، طبعا في أراضي في أولاد عم يتعرضوا أوقات في مثلا قذيفة طلقة شيلكة مثلا، ولد ما بيعرف بيلعب فيها بتفجر عليه عم يتصوب، في منهم طبعا اولاد استشهدوا بسبب، في يعني الفلاح عم ينزل على الارض بده يفلح مثلا بالتراكتور بيفجر فيه لغم،
يعني بينزع بخرب التراكتور وبتصاوب الفلاح اللي عم يحوش زيتون. نفس الشيء يعني في ألغام بالأرض، في طلقات شيل كما فجرت، في قذائف هاون، في كل طبعا القذائف اللي ما فجرت وبقت بالأرض، هاي أحد يعني العوائق قدام الفلاح. طبعا حتى الألغام في الأراضي القريبة على الجيش طبعا كلها ملغمة، صار في حالات بتر يعني بينزلوا على الأرض بيفجر فيه اللغم، طبعا في بتر الإجرين أو إصابات، أو حتى في شباب استشهدوا، في نساء استشهدوا، في أولاد استشهدوا بهالموضوع هذا. الألغام يعني أخطر شيء، أخطر شيء الألغام الموجودة في الأراضي الزراعية، هي أخطر شيء موجود عنا حاليا، وكتير إصابات في المنطقة. بعد ما نعطي من المدرسة بنكتب وظائفنا ونروح على عفارة منعفر ومنبيعه ونجيب حقه ونعطيه لأهلنا. بعد ما خلص العصريات تاني يوم مرة كمان نعفر دور الأخ ونرجع منبيعه. يعني إيش تعفير؟ حكي لنا، اشرح لنا إيش يعني تعفير. بعد ما يحوشوا العالم زيتون منروح منعفر وراهون ومنبيعه. يعني الشيء اللي بيبقى ورا العالم في كثير بالسجر مثلا بتلاقوا كثير سحب؟ احيانا بنلاقي احيانا ما بنلاقي. ايش قد تقريبا بتخطفها باليوم مثلا؟ كيلو او كيليين. وايش سعر الكيليين الزيتون؟ 250. الكيليين؟ ايه. الكيلو ب 250 للكيليين؟ كيليين. يعني بكل يوم بتبيعوا 250 بس؟ ايه. ايش بتشتغلوا بالمصاري؟ نعطيها لاهلنا وبناخذ خرجي على المدرسه. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. كلياتكم تشتغلوا بنفس الشغلة هلا؟ كلياتكم. في صعوبة بالعفارة؟ لا لا. من أيمت لأيمت تشتغلوا طيب اليوم؟ أيام من الصبح للعصر، أيام من العصر للمغرب. أيوة، يعني حسب ما تخلصوا مدرسة ولا كيف؟ حسب ما أخلص مدرسة وكتبت الوظيفة. وصعبة شيء الشغلة؟ لا لا. ايش قد بتضلوا كيف فترة، كم يوم تشتغلوا هيك؟ انه في كتير هيك هذا الشغل، كم يوم؟ يوم يومين اسبوع؟ ايش قد اسبوع؟ يعني اثناء موسم الزيتون العالم بتقطف من هون، انت بتلحقوا هون على نفس السجرة مو هيك؟ ايوه. الله يعطيكم العافية شباب.